السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندسة دعاء الشعراوي في ثاني محاضرة في كورس الريموت سنسنج جي اي اس ابلكيشن. النهاردة زي ما اتفقنا في نهاية سيشن 1 ان احنا في سيشن 2 هنتكلم ان سبيسيفيك على السوفت وير كوميرشال سوفت وير اسمه ارك جي اس. الشركة الاونر للسوفت وير ده اسمها شركة ايزري، دي شركة في كندا. شركة إزري خاصة بالارك جي اس سوفت وير از كوميرشال بلاتفورم. بالنسبة له السوفت وير ده بيكون شبه كده برنامج الاوفيس. الاوفيس بيكون من وورد واكسل واكسس واوتلوك وحاجات كده كتير جنب بعض. فبرضه الارك جي اس بيتكون من اكتر من بارتشن جنب بعض، بيتكون من ارك كاتالوج، ارك ماب، ارك تول بوكس، وارك سين، وارك جلوب. طبعا كل بارتشن ليهم له استخدام خاص بيه. الاستخدام دوت انا بستخدمه في ايه؟ سي لو اتكلمنا على الارك ماب، الارك ماب ده انا بستخدمه في الداتا اناليسيس وفي اللاي اوت. الارك سين بستخدمه في ال 3 دي وفي الانيميشن، انا ممكن اعرف اعمل انيميشن على الارك جي اس. الارك سين بستخدمه في ال 3 دي فيجواليزيشن برضو، او في الجزء بتاع الهيدرولوجي اكتر اللي هو بتاع الووتر شيد انيميشن، والجزء ده مهم جدا للناس في هيدروليك او سيفل انجينير بشكل عام. وفي ايه بقى، كان في حاجه اسمها الارك انفو والارك اديتور. ده ايه ده زمان، يعني ان الاولد فاشن فيجن ريجن. بالنسبه لنا لو بصينا هنا نجيبه منين، يعني سي انا اولا طبعا بيتصطب، يعني احنا لو جبناه هنا على طول من الاور بروجرام ارك جي اس، لو فتحته هلاقي تحت باند ارك جي اس في ايه، زي اللي موجود في البرزنتيشن بالظبط. ارك كاتالوج، لا الادمنستريتور ده خاص بالسيت اب، مالناش دعوه بيه دلوقتي. في ارك جلوب ده بتاع 3 دي، ارك ماب بتاع الاناليسيز والفيجواليزيشن، سوري الارك ماب مش فيجواليزيشن، الارك ماب بتاع اناليسيز وبتاع ان انا بابلاي الارتكل بوكس تولز، والارك سين هو بتاع الفيجواليزيشن 3 دي. فلو ضغطنا على اي حاجه منهم، احنا اوريدي فاتحين حاجه منهم اهو، اول ما بنفتحه سايب يدينا بلانك فاضي كده. لو انا مش عايز البلانك فاضي ده نكبر بس كده. طبعا دي التولز اللي انا على مدار الكورس هنشتغل عليها، احنا بس دلوقتي بنتعرف على الانترفيس بتاع البرنامج. لكن ان شاء الله بدايه من يعني النهارده ان شاء الله المين فانكشن بتاعنا ان انا هتعرف على الانترفيس بتاع كل البارتشنز بتاعه الاركشنز. لكن ان شاء الله بدايه من سيشن 3 هنبدا في الاناليسيس والارك تول بوكس تولز نفسها ان شاء الله. لو انا غطيت رايت كليك كده، البرنامج ده لطيف جدا وفيه تولز كتير جدا متحمله معاه بيلت ان، بس طبعا الانترفيس او التابس بتاعت الانترفيس مش هتتحملها. فالاوبشن اللي هم اختاروه بقى ايه، اني لما بضغط رايت كليك على اي مكان فوق بيتفتح لي كل الاناليسز او كل التابس اللي ممكن احطها. طب سي انا عندي حاجه اسمها جي كودنج، الجي كودنج ده ان شاء الله هنشتغله ممكن في اخر ليفل 1 او في ليفل 2. لو ضغطت عليه كده كليكه واحده بس هلاقي كده ايه، في ريبون كامل كده بيتسحب. هو بس ايه هيفتح دلوقتي عشان فاتحين اكتر من حاجه. اول ما يفتح بقى ان شاء الله، يعني يا اما هنسيبه في مكانه كده عشان بس يبقى حاجه بالنسبه لنا مارك، او اسحبه ويبقى معايا من ضمن الايه، يعني انا ممكن اسحب ده كده اهو او احط ستاندنج. فممكن نبص في البرزنتيشن لحد ما يفتح معايا. ده احنا عملناه تمام، وده يعني اوكي. لو احنا فرتحين الارك كاتالوج، هو ده الارك كاتالوج. الارك الفرق بين الارك كاتالوج والارك تول بوكس او سوري والارك ماب ان ده دي كل البارتشنز. لو احنا يعني برضو البرنامج ده حلو الحته دي فيه، ان انت لو عايز تخش من برنامج على برنامج تاني، يعني سي انا فاتحه الارك كاتالوج وعايز افتح الارك تول بوكس، هضغط على الارك تول بوكس جواه هيتفتح لي يا اما ستيب بره يا اما ان بتوين. طبيعي قبل ما يفتح بس ونخش بوندنج برضو. هي الفكرة ان البرنامج تقيل،
فلازم تشتغل على الجهاز، يعني البروسيس بتاعه محترم شوية عالي علشان يدينا الرن على طول. او ما تفتحش كل البرامج اللي انت عاملها سيت اب مرة واحدة، يعني لو انت البروسيسور بتاعك مش عالي قوي ممكن بس تفتح بس الارك جي اس او بس جزء من الارك جي اس، زي الارك مبدأ بس او الارك تول بوكس بس. لا سوري، الارك تول بوكس بيشتغلش لوحده، الارك تول بوكس يا اما هشتغله وانا فاتح ارك ماب، ارك كاتالوج، ارك سين، ارك جلوب، فلازم هو اصلا عباره عن شويه فانكشن كده حد عاملهم بروجرامنج، سواء كان البرنامج ده ممكن ايدت عليه، يعني ممكن احوله الاوبن سورس عن طريق لغتين برمجه، لغه البايثون لغه الفيجوال بيزك. الفيجوال بيزك ابلكيشن والبايثون هما دول التو بروجرامنج لانجويج اللي سبورتد على الارك جي اس سوفت وير از كوميرشال. وفي اوبن سورس طبعا حاجه اسمها كويك جي اس وحاجه اسمها بوست جي اس، فان شاء الله دول هنشتغل فيهم في ليفل 2 او ليفل 3، لان ده احنا كده بنشتغل اوبن سورس بقى، مش بنشتغل على حاجه كوميرشال. انا اللي بعمل السوفت وير اللي انا محتاجاه حسب اليوز بتاعي، مش حاجه كوميرشال كده كل الناس عايزه تعمل كونفرجن فهتخش على كونفرجن، هتروح قايله له بقى طبعا هكونفرت فروم بي دي اف مثلا تو فيكتور ولا تو راستر. لو فتحت بس هي فور اكزامبل يعني تو بي اهو فروم بي دي اف تو تيف، يعني من ملف بي دي اف لصوره، انا هعمل عمليه الكونفرجن دي هنا. طب من عندي حاجات ثانيه كتير هنتكلم عنها طبعا طول ما احنا ماشيين في الكورس. فلو انا محتاجه حاجه في السبيشال يوز ومش موجوده اصلا الفانكشن دي في اي كوميرشال سوفت وير، فانا بضطر الجا للاوبن سورس. لكن طالما الحاجه اللي انا بستخدمها موجوده في الكوميرشال سوفت وير فمش بلجا للاوبن سورس، يعني كل حاجه ليها المين جوب او الفانكشن بتاعتها، عشان بس ما يكونش فيه تايم كونسيومنج او اي اهدار عندنا في الوقت او المجهود. فبشكل بسيط الارك كاتالوج ده عباره من اسمه كاتالوج، يعني شبه الكاتالوج كده، فهرس الكتاب فور اكزامبل، اي حاجه بحطها بتظهر عندي منه. يعني سي لو انا دي بقى معانا في كله، يعني في كل البارتيشنز، لو انا اعمل كونكت برضو في حاجه جميله جدا، انت لو في فانكشن معينه انت مش عارف انا بعمل بيها ايه، سي الارك تول بوكس، انا لسه يوزر جديد ما اعرفش الارك تول بوكس ده بعمل ايه، مجرد بس مهقف عليه بس كده مش هضغط اي حاجه، لقيت في تيبس كده بسيطه اسم التول والمين فانكشن بتاعك، ادي الارك تول بوكس، قال ايه اوبن ذا ارك تول بوكس ويندو سو وي كان اكسس بروسيس جوي بروسيسنج تول. يبقى انا ده كلها دي كلها ايه جيوغرافيك بروسيسنج، يعني احنا قلنا برضو ان انا ممكن استخدمه في ابلكيشن ميديكال اور كوميرشال اي ابلكيشن تاني. يعني هو الجي اي اس نوت ليميتد، نوت ليميتد ويز ابلكيشن، نوت ليميتد ويز زون، نوت ليميتد ويز اني ثينج، يعني دماغك هي اللي تشغل الابلكيشن اللي انت عايزه. لكن الجي اي اس از سيكتور يعني هو مش قافل على نفسه، هو مجال جدا اوبن جدا فليكسبل وافيلابل لكل التخصصات من كل العلوم، مش من تخصصات الهندسه بس. كمان في ناس كتير جدا في ميديكال بتستخدمه، في ناس كتير جدا في سي لو هنتكلم بقى ان هو سيفل وكده، لا في ناس كتير جدا في كمبيوتر ساينس بتستخدمه، وفي ماسترز كمان وفي اتش دي مش بس اندر جراديوت. مجال الجواز بشكل عام جدا يعني مهم. فده الارك سوري ده الارك كاتالوج، لو انا عملت لينك بس كده على اي حاجه عشان نشوف البيج ازاي ازاي لما بفتح حاجه. هو بدايه سوري ما سقطتش، هو طبيعي يعني لو انت بتسطب البرنامج لاول مره فبتفتح ممكن تعمل حاجه في حاجه اسمها ازري كده على الويب سايت بتاعتها، حاطه شويه كده حاجه اسمها ستودنت داتا، يعني داتا ممكن تعمل رن انت عليها، فاحنا ممكن بتتسطب عادي نيكست وران زي السوفت وير بس تكون سهله التسطيب بتاعها. فاحنا ممكن كده نفتح اي داتا مش عملتها قبل كده،
بحيث بس نعمل نشوف شكل الادخال. انا دلوقتي بدخل دات، انا دلوقتي بعمل داتا انتري، انا بداتا انتري للداتابيز نفسها عشان بس نبقى ايه نبقى عارفين. الداتابيز بقى بيكون جواه اكسل شيت، توكاد دروينج، اكسس شيت، سي كيو ال داتابيز، اي حاجه موجوده. سي لو قلنا له ده اكزامبل، انا بس عايز بس يعني انت تبقى اهو ده اللي انا عامله فيه. هيظهر لي دلوقتي الحاجات اللي في الفولدر دي هنا بقى زي فهرست ان شاء الله. تمام، ده كان شغل انا شغاله، كانت عباره عن ساتلايت ايمج، وكنت عامله داتا بيز، وكنت عامله ووتر شيد. الووتر شيد ده اللي هو مفهوم ده حاجه اساسيه جوه الهيدروليك او الهيدرولوجي. الووتر شيد ده خاص لو في حد معانا سيفن، اللي هو البيزن اللي هي نقطه الانخفاض اللي عندها بتتجمع الميه، فببدا احسب عندها السرعه. او هنمشي ان شاء الله هناخد ووتر شيد، دون وري يعني ان شاء الله. بس واحنا ماشيين احنا دلوقتي بس ايه بنتعرف كده على ايه، على البرنامج وشكل الداتا اللي بتخش فيه. ده اسمه شيب فايل، هنتكلم عنه بالتفصيل. احنا لو بصينا بس كده هنا، ده كده احنا ده عملناه ان احنا ممكن نكونكت من جهاز على سوري من بارتشن على بارتشن تاني. يعني انا جوه الارك كاتالوج افتح الارك تول بوكس، او جوه الارك ماب افتح الارك كاتالوج او الارك سين او الارك بلو، عادي جدا. احنا لسه في دي بقى الستاب دي احنا لسه فيها، اني انا هنا عندي 3 اوبشن، عندي حاجه اسمها كونتيننت، حاجه اسمها بريفيو، حاجه اسمها ديسكريبشن. ده الكونتيننت اكني برضه شبه الفيرس اللي هو موجود هنا ده. طب ايه البريفيو؟ بيظهري في شكل ايه؟ ايمج. احنا ممكن نقول ده احنا مش محتاجين دلوقتي. ده البريفيو. وانا بس عشان كنت عامله اوكي انا ممكن اضغط على ده ماشي كده، لا مش دبل كليك. اوكي اقول له بريفيو اهو، ده شكله ان بوينت يعني، ده البور بوينت اللي هي النقطه اللي انا بحسب عندها المناسيب بتاعتي الليفلز. ديسكريبشن بقى بيجيب ايه؟ الحاجه اللي انا عامله سيلكت عليها. سوري هو في فيرجن هي دي 10.3، هو في فيرجن 10.1 وفي فيرجن 9.3. فاكيد طبعا كل ما اشتغلت، لو انت البروسيسنج اوف يور بي سي او لابتوب از ليميتد، ممكن تشتغل على فيرجن 9.3 او 10.1 وفي 10.5 كمان. يعني لو انت بقى البروسيسور بتاعك هاي ليفل او مش فاتح اكتر من حاجه، تقدر انك تفتح حاجه كتير كده في نفس الوقت. تمام جدا. الديسكربشن ده بيعرفني ايه؟ كل الداتا. بصوا هو في حاجه مهمه جدا، انا عندي حاجه اسمها الداتا بيز، عندي حاجه اسمها الميتا داتا. ايه الميتا داتا؟ الميتا داتا از داتا اباوت داتا. بمعنى ايه داتا اباوت داتا؟ يعني ديسكربشن، انا بوصف داتا اصلا. انا يعني انا في داتا جايباها بتخص بروجكت معين، عايزه ديسكربشن ليها، فالديسكربشن ليها ده يبقى اسمه ميتا داتا. لو بصينا من تحت كده اوكي، هلاقي هنا كاتب لي السمري والديسكريبشن والكريدت ويلي. انا ممكن اكتب اي حاجه، هنتعلم طبعا ازاي ايديت على الكلام ده وانا اصلا انتري ليه من البدايه. بس الحاجات دي ايه؟ في زي ما قلت لكم في داتا لو انت لسه بيجنر يعني على في مجال الجي اي اس، في او مجال الريموت سنسنج بشكل عام. ما هو انت لو هتابلاي على ريموت سنسنج از ساينت، يبقى لازم يكون معاك سوفت وير عشان نكون فاهمين. احنا في 3 كده سيكتورز لازم يكونوا كده انتجريتد، الماده العلميه، السوفت ويرز اللي هتخدم على الماده العلميه دي، البراكتس بتاعك بقى انت براكت عليهم. ففي تراينجل كده لازم الثري لوج اوف تراينجل يكونوا ايه موجودين معاك في اي حاجه انت لسه بتتعلمها. ده بالنسبه للارك كاتالوج. فبالنسبه لنا الارك كاتالوج عباره عن فهرس بعرض عليه شغلي ليس الا،
والارك ماب بعمل عليه التحليلات، والارك سين بشوف عليه الثري دي، والارك جلوب لو انا بعمل كونكت مع اكتر من حد. ده الارك كاتالوج برضو اهو بيديني شكل الجيو داتا بيز، اللي هي الداتا بيز اللي انا ايه اهو دي اللي انا زي اللي انا كنت لسه عرضاها هنا. دي لو بصينا من بره اهي اللي هي الدوت ام دي بي دوت بينج، دي ايمج عاديه خالص. لما بفتح دي بلاقي عندي حاجه اسمها بيرسونال جيو داتا بيز فيتشر كلاس. الفيتشر كلاس ده احنا اتكلمنا عنه قبل كده، اللي هو البوينت واللاين والبوليجون. اهو عندي ال في ده ايه ده التيبل عادي، ده كفرج فايل. وعندي ماب دوكيومنت، دي ممكن تكون برضو واخداها من يا اما من جوجل ايرث او جوجل ايرث برو، او واخداها من شغل كاد. ارك كاتالوج داتا مانجمنت، اوكي اني انا بظهر ايه بظهر الداتا بتاعتي. بمعنى لو انا عايزه اعمل فيتشر كلاس جديد اوكي يعني تشوف الملوي، لو انا رايت كليك كده وقلت له نيو، انا ممكن نيو فيتشر كلاس. ده طبعا مش عايزه جو ان ديب دلوقتي، بس يعني الفيتشر كلاس ده ممكن يكون طبعا لو ضغطنا عليه كده انا هحدد اهو التايب. هما اشهر 3 تايبس من فيتشر كلاس. البوليجون لو انا بتكلم على تاون او كونتيننت او ايه او فيليج حاجه اريا، يعني بشكل عام اريا. بتكلم على لاين لو انا بتكلم على ريل واي او هاي واي او تانل او اندر جراوند تانل او ايه، او بتكلم على اللي هي النيتورك بايب نيتورك جاز نيتورك الكتريسيتي نيتورك. ده طبعا في جزء كبير جدا في النيتورك اناليسيس، فتكون كلها لاين فيتشر كلاس. البوينت فيتشر كلاس دي مجالاتها كبيره بقى، وقلت لكم برده السيشن اللي فاتت هو كل ده بيدبند على السكيل اوف ذا ماب. انت هتخرج الشغل ده بسكيل كام عشان اقول لك اني اللايت سورس ده عندي بالنسبه لي على الماب هيبقى بوينت، لا ده هيبقى ريكتانجل، لا ده هيبقى 3 دي. طب هيدبند على ايه؟ هيدبند على شكل الماب سكيل، الفاليو بتاعت الماب سكيل اللي انا هخرج عليه. بس انا اعمل لاين واقول له اني ده باي لاين، هو ما بيبقاش السبيس على فكره، فتعمل اندر سكول. الاليس تويل لو انا مثلا عايز اكتب كلام بالعربي، اولا برضو معلومه مهمه جدا البرنامج مش بيسبورت اللغه العربيه خالص. لو كتبت فيتشر نيم فيتشر كلاس نيم او داتا بيز نيم او فولدر نيم لازم يكون انجلش. لو كتبته بالعربي الباث بتاعه هيبقى فيه مشكله معاك بعد كده. فلو كتبناه عربي خط غاز مثلا اهو كده تمام، واقول له نيكس. انا بديله طبعا الكوردين سيستم، هو اوريدي طالما جوه داتا بيس فهو بيلقطه من الداتا بيس. لكن لو انا عايزاه يعني طبيعي ان الداتا بيس كلها بتكون ليها نفس الايه نفس الكوردين سيستم، بس لو عايزاه مختلف في طبعا انتوا عارفين نظام الاسقاط. انا عندي نظام اسقاط نوعين، اسقاط جغرافي واسقاط اللي هو الجغرافي الدوله والقاي واللمضه والاتش. البروجكت ده اللي هو الايست والنورث والزد او الاكس واي والزد، ده شبه كده الكوردينت في الجي بي اس اللي هو الايست والنورث. طبعا بجيب الاريا بتاعت المكان. لو انا هتكلم على حاجه جلوبال بقول له يو تي ام سي. لو هتكلم عن مكان عندنا في مصر اقول له ده بي جي اس 84، هو ده برضه جلوبال. نورث احنا في النورث هيمسفير، احنا بدون 36 نورث. ايوه احنا هنا حتى بص الداتا دي انا ينفع تشينج عليها ايه الداتا دي. لو معانا بقى حد سبيسيفيك بقى انسان انجينير هيفهم يعني ايه اسقاط، يعني ايه اسقاط عالمي، يعني ايه اسقاط محلي. لو اتكلمنا على الكيس بتاعت مصر احنا عندنا الاسقاط المحلي اللي هو احنا بتكون على لوح على الاسقاط اسمه هيلمارك 1906. طب لو اتكلمنا على السعوديه بيبقى حاجه اسمها عين العبد تقريبا 1970 تقريبا. لو اتكلمنا على حاجه جلوبال بقى زي نظام الجي بي اس مثلا او الجي ان اس، لا هو الجي ان اس كلها تقريبا بتسبورت على الدبليو جي اس 84
ده جلوبال، حاجة للعالم كله بقى مش لدولة معينة. لو قلت له كده الميكس، وده ده السكيل ده ولا ايه؟ ده التولرنس. التولرنس ده نسبة الخطأ في الكوردين، ده اوكي عادي نسيبها على الديكور. ده الشكل لو انا مثلا عايزة اقول له معلومات عن البايب لاين خط الغاز ده مثلا، الكوردين بتاعه طبعا هنعرف ازاي نظهر احنا اصلا الكوردينت والكلام ده، يعني انا ما عنديش شغل كتير. الكوردينت دي هتكون ايه؟ لونج انتجر، لا سي هتكون فلوت مش انتجر اصلا. وممكن اد بقى اي حاجه، يعني احنا طبعا على مدار الكورس هنتكلم على كل حاجه دي سبيسيفيك، بس النهارده بناخد انترفيس البرنامج مع انترو بسيط. لو بصينا على ال بس كده نبص نشوف ايه اللي فاضل لنا، اتكلمنا على ده واتكلمنا على ده. الاونلاين داتا ده طبعا لو انت مشغل بروجكت اونلاين بقى انت ممكن احنا بس لو بصينا هنا، انا عندي هنا هي مفتوحة اصلا في بند كامل كده، او حتى في الارك اهو ده عشان بس كان مخلص بند. فاكرين لما شلنا التاب بتاع الجي كودنج وحطيناه؟ بصوا هنا لو جيت على الايكون ده الارك ماب مش الارك كاتب، مش بس لا سوري مش عايزه ده. لو وقفت كده جنبها مش عليها ده اد داتا، لو قلت له اد بيز ماب، البيز ماب دي بتكون حاجه اونلاين هو بيفتح لي على، بس لازم طبعا يكون البي سي او اللابتوب متصل عليه نت. ثانيه هيفتح مجاله مش انا بس عايز اشوف حاجه. بصوا اهو ده الاونلاين داتا ان انا طب بيكون معايا سبورت على ايه؟ سبورت على الجي بي اس، ممكن انزل كوردينت من الجي بي اس، بيكون سبورت معايا على جوجل ايرث برو ان انا انزل ساتلايت ايمج او لانسات او كوبرج، يعني انزل ساتلايت ايمج من اي ساتلايت او من اي سنسور، سواء كان بقى فري او لو انا يعني هشتري ساتلايت ايمج بكوركتد up to you. وطبعا على مدار الكورس واحنا ماشيين ان شاء الله هنشوف ازاي ننزل الداتا وازاي نعملها كوريكشن وازاي ايه نبراكتس فيها. فده بس كان ايه بدايه انترو ونتعرف على قوائم البرنامج. اتمنى تكونوا استفدتوا في السيشن النهارده، وان شاء الله السيشن الجايه هنبدا الابلكيشن الفعليه بقى ان احنا نشتغل فعلا بقى في الايه في الريموت سنسنج ابلكيشن والجي اي اس. لو عندكم اي سؤال تقدروا تسالوني عن كومنت او في ايميل. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم المهندسه دعاء الشعراوي.